أنا طول عمري عايز أسافر. أنا من وأنا صغير عايز أسافر، من وأنا طالب عايز أسافر، وأنا كنت طالب في المدرسة، طالب شاطر، والموضوع ده بالنسبة لي حاجة أنا هعملها. الدايفرجنز اللي هتجيلي في الطريق مجرد حاجة بس هتصعب عليا الموضوع، بس أنا هسافر. كنت بسافر وأنا طالب في الكلية، وأنا سافرت وأنا في سنة تانية وأنا في سنة تالتة، وبعد كده سافرت بعد ما خلصت بكالوريوس. سافرت رحت احضر في مستشفى اسمها ذا ميثودست هوسبيتال في هيوستن، واحده من اكبر المستشفيات اللي في امريكا. كنت بحضر في اسم جراحه المناظير مع جراح كبير قوي، والحقيقه كان جراح سخيف جدا. من ساعه لما رحت قابلني ولا حتى سلم عليا ولا عمره عمل معايا اي كونتاكت. كل تعاملي كان مع الجونيورز بتوعه، وكانوا لذاذ جدا معايا، بس هو الراجل نفسه الحقيقه كان يعني سخيف وفيري ديستنت. كنت بقعد احضر معاه من الساعه 6 الصبح ل 7 بالليل كل يوم، شغل على اعلى مستوى، جراحه استئصال بنكرياس بالمنظار وغده جار كلويه بالمنظار، حاجات فعلا معقده جدا، وانا واقف بالاسبوعين ومحدش بيكلمني. لف كده في يوم وراح بص كده وراه وراح قال لي انت بتحضر هنا بقالك اسبوعين، انت مين؟ رحت قلت له، عوجت بقى الامريكان اكسنت بتاعتي قوي، ورحت قلت له انا شريف حقي. قال لي بتعمل ايه هنا يا شريف؟ قلت له بقى جاي اتعلم ات هايست ليفل، وكبرت الموضوع قوي. واحده من الحاجات المهمه في السفر ان الواحد يعمل نتوركينج كويس، يقابل الناس، يتعرف عليهم، ممكن يبقى في فرصه للريسيرش، فرصه للتعليم، فرصه لان هو يجي ياخد شغلانه في يوم من الايام. والراجل كان اوكي، كان لطيف، وانا حسيت ان دي بقى فرصتي، ماي تشانس تو شاين مع الراجل ده يعني. الراجل لف كده كمل شغله شويه، وبعد كده كان في حاجه معطله شويه في العمليه، راح لف لي تاني وراح قال لي شريف دي لايك ميوزك. انا قلت بقى خلاص دي فرصتي، انا كده عديت، عملت امبريشن على الراجل، انا الراجل ده هتصاحب عليه وهاخده مصر افسحه واريله الهرم واركبه حنطور، وارجع بعد كده اخد الشغلانه بتاعت الفالو اللي معايا دي وهعدي خلاص، هحقق حلمي. قلت له الا ميوزك، اي لاف ميوزك، يا نهار ابيض. فراح قال لي هاف يو ايفر واتش سم ون بلاي ذا بيانو؟ قلت له اوف كورس. فراح قال لي يو كان سبيند ا لايف تايم واتشينج سم ون بلاي ذا بيانو، يت يو ويل نيفر بي ايبل تو سترايك ا سيت اوف تيونز، جو فايند يور سيلف ا فيلوشيب اور ا ريزيدنسي، ذس از نوت ا واي تو ترين، ذس از ا كومبليت ويست اوف تايم. ففجاه الراجل ده كان هيبقى صاحبي وهيجيب لي شغلانه، لان انا ماليش لازمه. كملت معاه الاسبوعين ورجعت مصر. أنا كنت طالب شاطر في المدرسة، كنت متخرج تاني على شهادة الاي جي في مدرستي، دخلت كلية طب القصر العيني. الموضوع ده بالنسبة لي ما كانش مفهوش أي دايفرجنس خالص، أنا دي حاجة، أنا داخل كلية طب، أهلي الاتنين دكاترة، أبويا مثلي الأعلى، أنا عايز أطلع دكتور، ما هماش أساتذة في الجامعة، بس أنا عايز أخش قصر العيني، والموضوع ده بالنسبة لي مفهوش نقاش. دخلت الحقيقة الموضوع بالنسبة لي ما كانش كله سكسس، it's never a story of success خالص، بالعكس أنا فشلت في دراستي في القصر العيني، او انا by my standards انا حصل بيني وبين الكليه some sort of a disengagement كده. انا شاطر جدا ودخلت ما لقيتش نفسي في الكليه، المحاضرات زحمه. انا مش بلوم القصر العيني في حاجه، بالعكس انا هدي القصر العيني حقه ثالث ومثلث، لان ده المكان اللي عملني والتدريب فيه في النيابه هي اللي وصلتني لاي حاجه. بس تبعدت كده في الدراسه، ما لقيتش نفسي، المحاضرات زحمه، الدروس ماساه في شقق كده متاجره في المانيال، فعلا ما لقيتش نفسي خالص في الدراسه. فتهت، مش مثلا اتجهت للبوظان ولا للبنات ولا للمخدرات، لا خالص، disengaged. اتخرجت في الاخر 199 على الدفعه، ده رقم يعني رهيب. يعني انا دفعتي كان فيها 1200 واحد، بس انا يا الاول يا الثاني، عمري في حياتي ما طلعت الثالث. ال199 دي بالنسبه لي فشل، وفشل بطيء، فشل على 6 سنين. فحظي كويس جدا ان احنا اول مجموعه في الدفعه، اللي هم اول 200 في الدفعه، بيبقى ليهم الحق في ان هم يحصلوا على وظائف طبيب مقيم في مستشفيات الجامعيه بتاع جامعه القاهره وابو الريش ومعهد الاورام، اللي هي احسن فرصه للتدريب في مصر. ممكن اي حد يتدرب في حته كويسه جدا في وزاره الصحه وكل حاجه، ولكن in the grand scheme of things هي دي احسن فرصه للتعليم. الحمد لله حصلت على نيابة جراحة الجراحة العامة في القصر العيني بعد عناء شديد، وبعد قاعدة في البيت مطولة لمدة سنة قاعد، وكل الناس اللي حواليك بيشتغلوا، واللي فجأة بقى عنده مكتب واللي عنده مرتب. وسنة 2000 في مصر اللي دخل عالم الفاينانس ده دخل عدة، كانت البورصة بومينج والناس يعني، وانا قاعد في البيت باخد مصروفي من أهلي، ما عملش أي حاجة، مستني وظيفتي. خدت الوظيفة، والحقيقة القصر العيني ده أنا بفتخر إن أنا I belong لي. انا الباب ده عامل زي المكنه بتاعت فيلم عيله زيزي بتاعت فؤاد المهندس سبعاوي بتاعت القماش، بتدخل القطن من ناحيه تطلعه من الناحيه الثانيه قماش. الحقيقه بتدخل الطبيب المقيم من هنا يطلع من الناحيه الثانيه حاجه مختلفه خالص بفضل التعليم. طبعا
بيختلف من واحد للتاني، بس انا كان حظي كويس قوي. اساتذتي كانوا كرم عليا جدا بعلمهم، وكمان بحاجه مهمه قوي، انا كنت متجوز في الوقت ده، بمساعدتهم ليا في شغلهم الخاص في وقتي الفاضي في البرايفت. كنت بشتغل وانا صغير قوي في وحده زراعه الكبد مع اساتذه كبار جدا، دكتور عادل والحسني ودكتور مصطفى الشاذلي، وكنت بشتغل في جراحه المناظير في نفس الوقت مع دكتور فهيم بسوني. كان عندي فرصه ممتازه ان انا اكمل في مصر وابقى حاجه كويسه جدا كومبيرد للي بيحصل. بس انا حلم السفر ما سابنيش ثانية، أنا هسافر يعني هسافر. عملت معادلاتي من وأنا نايب ومن وأنا لسه صغير جدا، ما قلتش لحد خالص إن أنا دخل امتحان عضوية كلية الجراحين الملكية في إنجلترا عشان خايف أفشل، مش عايز أرجع بعد أحلام السفر اللي أنا عملها وشهم بيها كلهم أهلي ومراتي وكل الناس، أروح أقول لهم أنا سقطت في امتحان معادلة. عديت الجزء الأول والجزء الثاني عديته برضو الحمد لله على طول الاثنين من أول مرة، في وسط مشاغلي كده العادية. خلصت نيابتي معيد في القصر العيني، أنا مسافر يعني مسافر، بس مش هقعد أقدم على انترفيوز وأروح شغلانة ورا التانية، مش هيحصل، ما عنديش وقت، ومش كل شوية هروح أقول لهم في الاسم يا جماعة معلش أنا مسافر 3 أيام وأروح أخذ الانترفيو وأرجع. وكانت دارج عندنا الـ common knowledge أن أنت ما تقدمش يا عم على شغلانة في حتة كبيرة، ما تقدمش على فيلوشيب في حتة كبيرة. فيلوشيب يعني أعلى مراحل التعليم بعد مرحلة التدريب. أنا كنت في الوقت ده شغال كويس قوي، وحوادث الجراحة في القصر العيني هي مصنع الرجال، الواحد فعلا بيشتغل. كنت I felt very comfortable doing anything at this stage، بس برضو عايز أطور من نفسي، عايز أروح فيلوشيب. فبعت لإمبيريال كوليدج لندن، بعت لجراح هناك اسمه أحمد، بعت قلت له أنا شايف إن أنتوا عندكوا سيرفيس بتتطور، جراحة مناظير على مستوى كبير، أنا عايز أجي أشتغل معاكم. وبعت نفسي في الإيميل اللي أنا بعته ده، مش عايزكم تقولوا لأنه طويل، بس يعني مش بتكلم أقول له لو سمحت شغلني، بتكلم أقول له أنا هضيف للمكان عندك، أنا هاجي أشتغل هدي للمكان، جربني. وابتديت أعمل شوية name throwing كده في النص، أعمل نفسي مهم، أنا اشتغلت مع مين واشتغلت مع مين، أي حاجة بس عشان أحاول إن أنا attract his attention. رد عليا وبعد كده راح قال لي ممكن، انا ما حطيتش الايميل اللي هو بعته لي، قال لي ممكن بس انا عندي اولويه للناس الترينيز بتوعي، انت جاي من بره انت مش عارف ايه. قلت له ماله جاي، بس هو واحد من الاسئله اللي هو سالهاني قال لي تيجي تشتغل ريسيرش ولا تيجي تشتغل كلينيكال، يعني تيجي تقعد على مكتب وتعمل ابحاث ولا تيجي تشتغل بايدك. لا اشتغل بايدي، الراجل بتاع البيانو قال لي اشتغل بايدي وانا هشتغل بايدي. فقلت له لا انا هشتغل بايدي، وعارف ان انت عندك اولويه للترينيز بتوعك، انا هاجي خلاص وجربني. طبعا انا قطعت لكم الايميل ده 7 اغسطس زي ما انتم شايفين، قطعت لكم شويه ايميلز كتيره قوي قوي في النص اللي هو كل شويه عمال بزن عليه، زهقته يعني بحاول. وبعد كده فرح قال لي ايه، an opportunity has arisen لفيلوشيب بتاعت upper GI وبارياتريك سيرجري في مستشفيات جامعه امبيريال في لندن. بس ده الايميل، انا خلاص انا this is an opportunity I'm going to grab it by the neck and I'm going to make it happen. وده اللي حصل. سافرت، الناس كلمت واحد زميلي اكبر مني في القصر العيني كان هناك بقاله سنتين في انجلترا، وقلت له انا جالي فيلوشيب في امبيريال، ما تجيش الانترفيو يا ابني. قلت له ما تجيش الانترفيو. قال لي يا ابني حد احنا هنيجي ناخد فيلوشيب بتاع. قلت له ليه، هو انا اقل منهم؟ انا زيهم، انا هروح. رحت عملت الانترفيو، I took the job and it has been history since then. فضلت مكمل في الشغلانه. اول لما رحت انجلترا انت ما حدش قاعد مستنيك هناك، انت هتروح هتشتغل، لو هم بيروحوا الشغل الساعه 7 الصبح انت تروح الساعه 5، لو هم بيروحوا الساعه 6 انت تروح الساعه 9، هتشتغل مرتين قدهم عشان تحاول تثبت نفسك، ما حدش هيديك شغل اذروايز، واحنا شغلانتنا في الاخر صانعه وانت لازم تشتغل بايدك. اول لما رحت الحمد لله على السلامه يا بطل، اتفضل التليفون ده. حاضر، ايه يا جماعه التليفون ده؟ قال لك السيرفيس بتاعه جراحه الجهاز الهضمي والسمنه المفرطه عندنا بالمنظار دي سيرفيس لسه جديده، وي كانت افورد ان اي كومبليكيشن تحصل لاي عيان، اتفضل. ده ايمرجنسي فون، عيانين بيتكلموا عليه. الايمرجنسي فون ده هو الحقيقه في وقت اوقات كتير قوي كان ايمرجنسي فون، بس كتير قوي كان بيقلب بانكوايري فون، زي اكل امتى والجرح ايه واصوم من ايه. التليفون ده كان جزء لا يتجزأ من حياتي. هو ده على فكره، هو التليفون احنا صورناه شويه، هو كان نوكيا قبل كده، هو نفس التليفون. التليفون ده كان بيسبب لي كآبة، انا لحد دلوقتي لما بشوفه بتضايق، بيقلب لي بطني، كان بيرن نون ستوب، كان على طول في جيبي، انا مش عارف انا استحملته ازاي، ولا اهم من كده مش عارف مراتي وابني كانوا بيستحملوا ازاي. ابني كان عيل صغير عنده سنتين، التليفون ده لما كان يرن بره يجيبه ويجري ويجي لي، لانه هو الموضوع ده بالنسبه لي مهم. التليفون ده مره رن، نزلت من البيت رجعت بعد 3 ايام، ومره رن ليله نيو يير بتاع سنه 2010 الساعه 1 الصبح، عيان بيكلمني بيقول لي لقيته مش صوته مش متضايق زي الباقيين اللي متضايقين، صوته مبسوط كده ومهيص، يقول لي مستر حكي is it okay if I have an extra bottle of wine tonight؟
قلت له انت ما كانش مفروض تشرب بوتل اوف واين اولانيه اصلا، وقفلت التليفون في وشه، وده كان بيحصل طول النهار. وفي نفس الوقت بديت اساعد كتير. الجراح اللي هو بعت لي الايميل ده كنت بساعده كتير جدا، هو برضو لسه جاي من امريكا ومبتدي سيرفيس جديده. المساعده بتاعتنا سخيفه ومتعبه وظهرك بيوجعك، بنمسك كاميرا بايدنا الشمال واقفين كده، وبفضل ماسك كده واقف كده بالساعات. كنت لما بروح البيت استحمى واقلع ابص على نفسي عريان، كان عضلات نصي الشمال مرتين قد عضلات نصي اليمين بسبب الوقفه دي، وابتديت احس ان انا تعبان. بشتغل في الفيلوشيب بتاعتي بساعد مينلي، وفي نفس الوقت بخلص الدكتوراه بتاعت مصر، وبخلص زماله كليه الجراحين الملكيه بتاعت انجلترا اللي هي مش المعادله اللي هي العضويه، في فرق كبير قوي بين الاثنين، وكنت بعملها في تخصص دقيق جراحه المعده والمريء والجهاز الهضمي. فالموضوع ده يعني انا كنت بشتغل بس يا اما بذاكر يا اما بشتغل في انجلترا ومركز مع انجلترا ومصر. وكنت بتقلي كتير قوي الكلمه دي، كتير قوي من ناس كتير قوي، انت عامل زي اللي رقصوا على السلالم، لا هتاخد مصر ولا هتاخد انجلترا، بتعمل دي وبتعمل دي. وانا كنت بسمع الناس دي وبكمل في طريقي عادي خالص، لان you can do everything لو عايز، في if there is a will there is a way. وعملت كده والحمد لله ربنا سهل، واشتغلت في ديوتي وطورت في نفسي هناك. زي ما انا كنت رايح لهم جراح شاطر جدا، طورت نفسي في جراحة بفضل القصر عيني عليا، طورت نفسي في جراحات المناظير هناك، وطورت نفسي كمان كدكتور. انا فاكر يوم كويس جدا، نزلت امر في المستشفى، على بننزل نروح قبل ما نبتدي عملياتنا الساعه 6:30 الصبح المر، فالجونيور بتاعتي بنت شاطره جدا لقيتها جايه بتقول لي مستر هاكي ذا بيشنت ان روم 2، احنا هناك الجراح بيتقال له مستر مش دكتور، ذا بيشنت ان روم 2 عندها تشست بين اوفر نايت. يعني هرابية دي مشكلة، يوم واحد بعد عملية ممكن يبقى جالها حاجة اللي هو أزمة قلبية يعني. طيب وهاز شي دوينج ناو؟ راحت قالت لي لا الحمد لله اتحسنت، وفولود بروتوكول، ادينا مورفين واكسجين مش عارف ايه، شي فاين شي ساتلد. قلت لها طيب الحمد لله يلا بقى نخش. طب ليه ما حدش كلمني اوفر نايت؟ لا ما عشان شي ساتلد اتس فاين، خلاص نخش نبص عليها، يلا نخش نبص عليها سوا. بس مستر هاكي اي نيد يو تو تيك ا لوك ات ذس اي سي جي بيفور وي جو ان. رسمة قلب مصيبة، ما بعرفش اقرا رسمة قلب. انا جراح شاطر جدا ومتعلم كويس قوي ومش بلوم حد في مدرسة، مش بعرف اقرا رسم قلب. هقول لها ايه دلوقتي؟ ما ينفعش ان انا انزل من ان انا الراجل اللي موت نفسي شغل ان انا مش بعرف اقرا رسم قلب. راحت ادتني البتاع في ايدي كده، مسكته فضلت عمال ابص عليه، وقلت لها هي كويسه؟ قالت لي هايله. فبصيت كده رحت قلت لها لا تمام يبقى كويسه. فراحت قالت لي كويسه مستر هاكي يو دوينج ذس اجين. قلت لها doing ايه؟ قالت لي you're getting me into trouble. انت getting into trouble ايه بنتي؟ لا انت بتغلطني، دي عندها انستامي واضحه. رحت قلت لها يبقى عندها انستامي واضحه ومال صح، يلا طالما انت شاطره بقى كده روحي هات لنا دكاتره القلب بسرعه. وتعلمت هناك، طورت في نفسي كدكتور عامه، دي حاجه ممكن تبقى الى حد ما لاكينج عندنا. بقيت بحضر مع واحده زميلتنا عملت معايا انا وزميلي سامح اللي هو من القصر العيني برضو بحث كده كبير عن القلب، وقعدنا طورنا نفسنا وفهمت اكو قلب. حضرت مع ناس زمايلي من الانتنسيف كير وكان منهم مصريين، وطورت نفسي كجنرال دكتور كله على بعض. وقررت بقى خلاص اتعلمت جراحه كويس قوي، اتعلمت طب كويس قوي، تايم تو جو باك. يلا مراتي كانت حامل في ابننا التاني، مراتي رجعت مصر، وانا ومراتي بنعمل حاجات بالعكس شويه. كانت الوقت الثوره قامت وكانت هي حامل، عاده الثوره قامت مصر كلها هجت بره، الحوامل بيروحوا يخلفوا بره، لا احنا راجعين جوه. رجعت مراتي وانا هرجع وراها وخلاص بقفل. لقيتهم بيكلموني، المساعده اللي انا كنت بساعدها كانت اتقلبت وقتها جراحه. الجراح اللي كان معايا اللي هو اسمه احمد ده كان كريم جدا معايا وساب لي شغله، وبقيت بشتغل كتير، وبقيت بشتغل وهو ينزل يقعد في المكتب، والكيس فوليوم بتاعي كان رهيب في سنين الفيلوشيب. وخلاص انا راجع متعلم، لقيتهم بيكلموني يقولوا لي we're going to offer you a consultant job. قلت لهم يا جماعه انا ازاي؟ انا عندي 33 سنه، انا لسه من كام سنه كنت شايف نفسي افشل واحد في مصر قبل ما اخد شغلانه طبيب مقيم. قالوا لي لا احنا we sat together you're good enough we want you to carry on انت تعمل الشغلانه دي. بقيت مش مصدق نفسي الحقيقه، يعني انا فعلا حسيت بفخر وانبساط شديد. دي واحده من مستشفيات الجامعيه بتاعت واحده من احسن 10 جامعات في العالم، اكشلي كان ترتيبها وقتها الثالث، وانا راجل منتج محلي جدا جيت اشتغلت عندهم كام سنه. بس hard work does pay back، you have to believe ولازم تكمل وربنا بيسهل بعد كده، دايما بيبقى في opportunities. بس اللي انا عايز اقوله، انا قدت فريق، ده فريقي اللي في الصوره الاولانيه، واشتغلت مع فريق كبير من تحت دول الاستشاريين التانيين اللي هو احنا تزاملنا مع بعض. الراجل اللي في نص الصوره اللي تحت اللي لابس كرافات وقاعد حاطط ايديه جنب بعض، هو ده اللي انا في الاول كنت الفالو بتاعه، وبعد كده بقيت زميل لي، اشتغلنا سوا. believe لانك هتقدر تبقى زيك زيهم لو كملت واشتغلت جامد.
بس هتشتغل جامد قوي ولازم اللي حواليك يبقوا سبورتنج. انا ما كنتش بشوف مراتي، مراتي قعدت معايا سنين في انجلترا، انا كنت بنزل بيت وهم نايمين وبرجع وهم نايمين. It wasn't fun، بس ما هو يعني it's a means to an end. طورنا في ريسيرش، عملنا ريسيرش كبير جدا، عملنا ريسيرش على السكر وعلاجه بجراحات السمنه المفرطه، ده جزء من ريسيرش في العالم كله دلوقتي، واصبحت دي الريكومنديشن بتاعت المنظمات العالميه. بس السفر يا جماعه باكج، السفر ما هواش بس انبساط، السفر فيه مشاكل كبيره قوي، مشاكل بتاعه الايدنتيتي. لازم الواحد يحافظ على الايدنتيتي بتاعته في السفر، لازم الواحد ينخرط في المجتمع ويامبريس المجتمع الجديد اللي هو دخله، بس لازم ما ينساش هويته. في مشاكل بتاعه الوحده والايزوليشن، وعمري ما حسيت بيها قد بصوره الاي سي جي دي. مراتي صحيت من النوم الساعه 2 الصبح بعد ما خلفنا ابننا الثالث وجايه تقول ما تلاقوش عليا يا جماعه، انا ما فيش ابن رابع بعد القصه دي، هم ثلاثه بس. بس جت تقول لي انا هموت. قلت لها تلاقيك يا بنتي بس تعبانه، عمر تعبك، انا هاخد منك الولد وخشي نامي انت، كنت بنام مع الولاد الكبار عشان اصحى اشتغل يعني. لا الموضوع بجد انا هموت في حاجه. المهم تو ميك ا لونج ستوري شورت، جرينا على المستشفى، حطيت ايدي على البلس بتاعها ما عرفتش اجيب 10 عدات على بعض، جرينا على المستشفى كانت هتخش في كارديك اريست. مراتي از فيري فيت اند ويل، بتلعب كيك بوكسينج طول عمرها، وزنها عمره في حياتها ما كسر 45 كيلو، وشي ريلي لوكس افتر هير سيلف. رحنا المستشفى اي سي جي، في اي سي جي طلعونا رعايه مركزه، رعايه مركزه، اسعاف، اسعاف مستشفى ثانيه، مستشفى ثانيه، قسطره في قسطره، رعايه مركزه بعد العمليه. قعدنا في القصه دي 4 ايام، كل شويه مضوني على كونسنت فورم انها هتموت او انها تحتاج بيس ميكر او ان هم هيفتحوا لها قلبها نصين. المهم هي الحمد لله زي الفل دلوقتي، الموضوع ده عدى، بس عمرنا ما حسينا بالايزوليشن قد ما حسينا بيه في الوقت ده. انا اي وانت تو ستيك تو تايم، واقول ان السفر ما هواش بس all good، لازم تامبريس الباكج بتاع السفر كله لو انت if you want to do something. لازم الواحد يطور في نفسه. الجراحه كانت open surgery، قلبت جراحه المنظار وهتقلب زي ما كنا بنتكلم على التلي ميديسن دلوقتي، هعرف اقعد على الروبوت ده واشتغل عمليه elsewhere. دول زمايلي، الواحد يقدر يشتغل، نقدر نطلع منتج محلي، دول بس اللي معايا في المستشفى. دكتور جورج حنا بيغير صوره جراحه الاورام في العالم كله دلوقتي النهارده. احمد حداد استشاري رعايه مركزه، تامر حسيني استشاري مسالك بوليه، كل الناس دي في امبيريال في مستشفيتي بس اللوكل، وكل الناس دي منتج محلي. مش كل يوم هنعرف نطلع هداف الدوري الانجليزي من البلد دي، ومش كل يوم هنعرف نطلع احسن جراح قلبي بيعالج قلوب الاطفال ببلاش كل يوم، بس تقدر كل يوم تطلع منتج برودكت للسيستم المصري، وذر كان دكتور، مهندس، محامي، يشتغل بجد ويتجه للعالميه، يبقى عامل زي اللعيب بتاع الاهلي اللي سافر يلعب في ريال مدريد ويكمل ويوصل لاعلى مستوى في اعلى ليفلز. Thank you very much. Shukran.